رجعنا معكم للبلاتو بعد هذا النغم الصباحي، نرجع نواصل معكم في برنامج صباحكم التونسي. نتحدث الآن على فترة عشناها في الأسبوع الفارط، وخاصة نهار الجمعة 6 مارس وقت صارت العملية الإرهابية الجبانة اللي وقعت في منطقة البحيرة. الحادثة هذه الحقيقة هزت برشا ناس في الوسط التونسي اللي معناتها ندوا باللي صار، خاصة والأكثر والأمر أنه التوانسة قاعدين يفقدوا شيئا فشيئا الثقة. معناتها اليوم الوضع ينبئ بالخطر، خاصة وأنه معناتها عودة الإرهاب قاعدة نشوفوا فيها وقت اللي ثم ناس تمجد الإرهاب وتشرع وتكفر. اليوم باش نتحدثوا في أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع، يحضر معنا سي معز الدبابي رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة. أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا فاطمة، شكرا على الدعوة. واحنا في صباحك تونس اكيد ممكن الشأن اللي يهم الناس الكل هي تونس. باش نرجع معاك للعمليه الارهابيه الجبانه اللي وقعت يوم الجمعه. العمليه هذه جات بعد ما تم تكفير أشخاص من داخل مجلس النواب، ثم ناس اليوم تشرع للإرهاب وتمجد للإرهاب، وبعد العملية الإرهابية هذه اللي وقعت في منطقة البحيرة رينا بعدها بعد صلاة الجمعة احتفالات تحديدا في منطقة قليبيا، ناس خرجت رفع الأعلام السوداء وتحتفل بالعملية اللي وقعت. شنو رأيكم كمؤسسة أمنية أول حاجة، وكرئيس للرابطة ثانية حاجة؟ باهي، احنا في الاطار التفاعل مع الحدث الجلل ونترحموا على شهيد الوطن بطبيعه، ونتمناو الشفاء لجرحى المؤسسه الامنيه والمواطنه اللي تصابت في العمليه. حبيت نقول اللي الاخطر من العمليه الارهابيه هي التعامل مع العمليه وتفاعل القوى السياسيه، وخاصه انا شنحكي على مسؤوليه نواب الشعب في اطار مكافحة وتصدي للفكر المتطرف والإرهابي. خاطر ولينا مشينا المرحلة خطيرة وخطيرة جدا إذا شنوصلوا عنا نواب شعب مسؤولين على مسار كامل ديمقراطي يشرعوا للعمليات الإرهابية أو ينظروا أو يبيضوا في كل ما يصير في الإرهاب، وشفنا عديد التصريحات في هذا المجال. وفي الإطار هذايا حبيت نحط الإصبع على الداء مباشرة. باهي، احنا ما حجناش ناس تنظر علينا وتلعب دور البطولة ودور النضال. النضال الوحيد تدفع فيه الضريبة متاعه هي المؤسسة الأمنية، قاعدة تدفع في شهداء وتدفع في دم، وعنا ثكالة وعنا أيتام ونشوفوا طويكة أرملة الشهيد، هي الوحيدة هي وصغيراتها وعائلتها اجتز فاتورة مسار. أرملة الشهيد محمد الإبراهيمي وأرملة الشهيد أيضا شكري بالعيد. أكيد أكيد، أنا نحكي على كل أرامل الشهداء سواء كان من المؤسسة الأمنية أو غيرهم، وخاصة كي نحكي على المؤسسة الأمنية هو مدى تعامل الدولة مع الناس القاعدة تدفع في دم مش عزيز على تونس صحيح، أما أنا في الأخر ما تذليش عائلتي. معناها توا لعائلة الشهيد نعطيك معلومة بسيطة جدا، اللي لمدة 6 أشهر شاقع قطع الجراية كليا، ومن بعد اشتاخذ المواتيين تاع الشهرية، وهذايا بالحق جهود من رجال الدولة ومشرعي القوانين مع شهداء الوطن. اش نرجع للنقطة اللي ذكرتها لي، نسمع عن التصريحات في العملية وما قبل العملية وما بعد العملية. قبل العملية حكينا على التكفير وحكينا على مشهد محتقن كبير برشا داخل رحاب مجلس نواب الشعب، ووصلت حتى نايبة معناها في استعراض عضلات وفي تقريبا عركة تعودنا بها في رحاب مجلس نواب الشعب. معناها التهمة شنية؟ هاك مرت بوليس أو راجلك بوليس أو بوك بوليس، وقت اللي هو بوليس هو ذخر للوطن وهو شرف للوطن هذايا، وهذايا مس جميع الأمنيين. يقوم السيد النايب المحترم رئيس الكتلة واللي يحكي بالناحية الحقوقية يصرح بتصريحات غريبة، وسبقتها تصريحات قبل، وحتى حد راه فوق القانون، وحتى حد راه منجم يهرب من المتابعة القضائية فيما يخص ما يصرح به، وخاصة إذا كانت عنده مسؤولية في الدولة. معناها سمعنا قبل تصريحات عملية ترغيب وما تبعها من تصريحات وسلب في للمؤسسة القضائية والمؤسسة الأمنية، اليوم نسمع بعد العملية
تشرع ويقول راهو العمليه هذه وراءها جهاز مخابراتي وراءها ما هيش شان ارهابي وما هيش اطراف ارهابيه، وقت اللي نشوفوا اللي احد المتورطين في العمليه هو حريف من حرفاء السيد هذايا اللي شرع وينادد بكل على سيف الدين مخلوف. سيف الدين مخلوف على خطر توا ولا عنده شرعيه وجوده كرئيس كتله في مجلس النواب، فهمتني؟ ولا يحكي بمنطق معاش حاشم، معاش حاشمين، لكن هو محامي معناتها محامي، وهذه المشكل، وهذه حتى حد راهو فوق القانون، كل حد مسؤول، يعني هو يرفع على الموكلين نتاعو، ترافع على الموكلين، هذيك شأن نتاع محاماة حتى حد منش بيحكي فيه. اما تجي تشرع لعمليه ارهابيه وتعطي سند وتعطي تحليل، يعني كيفاش يشرع معناتها؟ يشرع بعدما يقول لك انت تويك مثلا قلنا السيد هذايا كيفاش قام بالعمليه الارهابيه، قال لك راهو السيد هذايا ماهوش ارهابي من اصل، راهي المؤسسه الامنيه هي صنعاته ارهابي، معناها بلغه اخرى التعذيب وممارسه الحد من الحريات وما تابعه في اطار تعلقت به قضيه سابقه اللي هي تمجيد الارهاب، وقت اللي هو يجي ينظر ويقول راهو السيد هذايا كاينه ما عمل حد شيء والمؤسسه الامنيه تعسفت عليه، وقت اللي انت كنت المحامي نتاعو كنت تنجم تقول وتخرج للملا وتقول كان ثم تعذيب ولا ثم تتبع في الاطار هذايا، اما ما نشرعش ما نعطيش شرعيه للسيد هذايا باش يقوم عمليه تفجيريه ويمس الامنيين ويمس الامن نتاع البلاد، وهذا يختير واختير جدا. في علاقه بما يكتب على الفيسبوك وعلى مثلا الناس معناتها تكتب تدوينات، اليوم يتم معناتها محاكمتهم على التدوينات هذيا، يقول لك انا نكتب في باليش نمجد الارهاب، هذاك رايي الشخصي، يتم سجنه الشخص هذايا، بعد ذلك نلقاوه معناتها بعبوه ناسفه ويقتل روحه. دونك لهنا معناتها التعاطي اليوم تاع المؤسسه الامنيه مع ما يتم نشره ولا يتم كتابته على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اللي يقول لك هذاك رايه، حريه شخصيه وحريه راي وحريه تعبير. انا بالنسبه لتعاطي المؤسسه الامنيه في اطار ما يسمح به القانون، عندنا قانون واضح، قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، يندد ويجرم كل تمجيد للإرهاب على مستوى الريزو سوسيو، أي إنسان يهبط تدوينه موجود، هذا فصل موجود في القانون، فصل قانوني وموجود العقوبة واضحة ومصادق عليه في مجلس نواب الشعب، معناها احنا نتعاملوا في إطار القانون، ما نتعسف ولا حتى حد، معناش نجيب. أما نحب نطلب من الناس اللي موجودة في مجلس نواب الشعب اللي هي مسؤولة على التشريعات ومسؤولة على القوانين، احنا مطالبين توا بالتسريع في تمرير قانون حماية الأمنيين، وقانون حماية الأمنية ليس لدلوة البوليس كما صرح، لكن هو يشرع معناتها برشا قالوا أنه يشرع كونه الأمني واللي عنده بوفوار كبير ويعاود في السلطة اللي كان يعتمدها سابقا في عهد بن علي. أختي الغالية، احنا حاجتنا بقانون يحمينا من حصانة نائب شعب يجي يمس المؤسسة الأمنية ويسرع للإرهاب، هذه القانون اللي حاجتنا به، ما حاجتش بقانون يرجعنا لدولة البوليس، بل بقانون. باش نرجعوا سي معز، عفوا سامحني قطعتك، باش نمشيو مباشرة لوزارة الصحة، من مقر وزارة الصحة زميلتنا أنيسة حجري موجودة على عين الوكان من المرصد الوطني للرعاية الصحية، تحديدا أنيسة باش تعطينا كل المعطيات المستجدة في علاقة فيروس كورونا، ونرجع معكم للبلاتو. صباح الخير فاطمة، عسلامة، مرحبا بكم. دونك إجراءات كبيرة تاخذ فيها وزارة الصحة للتصدي للفيروس كورونا فيروس، دونك إجراءات كبيرة قاعدة تاخذ فيها الوزارة. معنا الدكتورة نصف بن علي، أستاذة في الطب الوقائي والجماعي والمديرة العامة للمصر الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أكثر تفاصيل باش ناخذوها معاها في هذه النقطة نتاعنا اليوم. مدام نيساف، باش نحكي على أهم المستجدات الوضع حاليا. بالنسبة للمستجدات كما تعرفوا البارح تم اكتشاف 3 حالات جديدة ليرفع عدد الحالات في تونس إلى 5 حالات. بالنسبة للحالات هما حالات متفرقة موجودين، فما الحالة الأولى اللي تم تسجيلها هي في ولاية قفصة، الحالة الثانية هي في ولاية المهدية، والحالة الثالثة اللي تم اكتشافها هي في المحيط العائلي تاع
الحالة الرابعة هي في تونس، والحالة الخامسة هي في ولايه بنزرت. مدام نيساف دونك نكملوا. بالنسبه للحالات هذه كما قلنا هما حالات متفرقه، فما الحاله الوحيده اللي هي تم تسجيلها على التراب التونسي هي الحاله في المحيط العائلي نتاع الحاله الثانيه. بالنسبه للحالات اللي قاعدين نتبعوا فيهم اللي هما المسافرين الكل اللي قاعدين يجيو من المناطق الموبوءه، عندنا فوق 2500 مسافر قاعدين دخلوا ما تنصحناهم بالحجر الصحي وقاعدين نتابعوا فيهم. فما منهم فوق 700 واحد اللي خرجوا من الحجر الصحي والبقية ما زلنا نتابعوا فيهم. مدام وين وصلت حالة الخمس مصابين الأخيرة، حالتهم وين وصلت؟ عندنا حالة هي مستقرة عنده أكثر من 5 أيام، وإن شاء الله نقوموا له بالتحاليل المخبرية للتأكد من شفائه. وعندنا الحالة الثانية والثالثة اللي هما حاليا مقيمين بمستشفى فرحات حشاد بسوسة وقاعدين نتابعوا فيهم. عندنا الحالة الرابعة اللي هي في تونس واللي هي حالتها مستقرة وقاعدين نتابعوا فيها، وهي ملتزمة باللوثو إيزولمون في مكان إقامة متاحة. والحالة الخامسة كما في بالكم اللي هو مثلا الإقامة متاعه في بنزرت، واللي هو غادر التراب التونسي ورجع لستراسبورغ اللي هو مكان الإقامة الأصلي متاعه. فيما يخص الحالة هذه، شنو الإجراءات الجديدة اللي اتخذتوها في المطارات؟ بالنسبة لإحنا الإجراءات هي بيدها اللي عاملينها من قبل. بالنسبة للحالة هذه اللي هو سافر معناتها البارح وهو كان مفروض عليه أنه يلتزم بالحجر الصحي، الشخص هذايا قمنا بإعلام السلطات الفرنسية نقطة الاتصال للوائح الصحية الدولية، كيف قاعة العمليات في مطار تونس قرطاج اتصلت بقاعة العمليات في فرنسا وتأخذوا الإجراءات اللازمة بالنسبة للمسافرين اللي كانوا على متن الطائرة، وكيف للطاقم المرافق لهم. وبالنسبة لمطار تونس قرطاج البارح بعد ما تم إعلاننا على الحالة هذه، فما حالة معناتها نتوياج كبيرة صارت للمطار. نحب نقول ونطمئن معناتها العمل اللي موجودين في مطار تونس كارتاج، راهو العدوى تصير وقت اللي يبدا شخص ماهوش حاطط لي مويان دو بروتيكسيون ويقعد معناتها اكثر من ساعه اون كونتاكت مع اون اوتر بيرسون في مسافه اقل من مترو. احنا الباساج هذايا نتاعو كان باساج غابيد معناتها مع عده نقاط، معناتها النقاط هذه الكل تم تحيينها وعرفنا مثلا النقاط اللي هو اتصل بها وبكلهم اتصلنا بهم، معناتها عندنا القائمه الاسميه فيهم باش يتم معناتها تقديم لهم نقدموا لهم النصائح اللازمه. نحب نطمئنهم راهو ما فماش معناتها ريسك كبير، كما قلت لك يلزم يكون فما اكثر من ساعه قاعد معاها في مسافه اقل من اتصال مباشر اكثر من ساعه. ولا فيما يخص اجراءات وزاره التربيه، اجراءات وزاره التربيه كما تم الاعلان عليه البارحه على اثر المجلس الوزاري انهم باش يقدموا مصلعه باش تبدا من نهار الخميس. دكتوره نيساف، شنو هو المساج اللي نجم نوجهوه للمواطن باش نطمئنوا هنا عن ما؟ نحب ساعة نقول اللي احنا تونس حاليا عندنا كان هذه الخمسة حالات، وحالة منهم غادرت التراب التونسي، ما تقعدوا 4 حالات على التراب التونسي. الحالات هذم نعرفوهم فين وقاعدين معناتها بهم ومعناتها فما إحاطة بهم. عندنا المخالطين للحالات الكل تم رصدهم الكليكة وعندنا قائمة اسمية فيهم، فما عدة تحاليل صارت للأشخاص هذم، واحنا ان شاء الله حسب نتائج نتاع التحاليل باش نقوموا كيف باتخاذ الاجراءات اللازمه. نحب انا ميساج نتاع طمنا، راهو تونس مازلنا في فاز معناتها راهي ماشي اون فاز نتاع سيركولاسيون نتاع الفيروس في البوبولاسيون، الفو با سافولي. اكثر حاجه ننصحهم بها انهم يلتزموا بقواعد حفظ الصحه، راهو انديبوندامون عندنا الفيروس ولا ما عندناش، التزموا بقواعد حفظ الصحه، نعلموا رواحنا واولادنا باش نغسلوا يدينا بالماء والصابون بانتظام بشكاكة إذا كان فما فيروسات ولا حاجة ما ننقلوهاش للأشخاص الآخرين وما ننقلوهاش لرواحنا. حاجة أخرى، نحب كل المسافرين اللي جايين من المناطق الموبوءة نطالب منهم كسوا هما توانسة وإلا أجانب،
الالتزام بإجراءات وزارة الصحة والامتثال لإجراءاتنا، هذاك باش يحميو معناتها المحيطين بهم، وكيف كيف وهما ما يخليوش المرض هذايا يتسرب وينتشر ويولي لا قدر الله حالة وبائية. احنا حاليا معناتها عنا ان سول كا اللي هو الكونتاميناسيون نتاعو صارت في تونس، هو سي لونتوراج فاميليال ريستران، ما نجموش نقولوا عنا بؤرة، راهو ما عندناش حتى بؤرة نتاع المرض الى حد الان، وقاعدين نتابعوا في الوضع الوبائي من هنا كل يوم. فما تحيين نتاع اللي بريليفمون اللي صاروا ويجينا النتائج نتاع البريليفمون هذو، كان عندنا معناتها نتائج ايجابيه، فما نقطه علامة تصير يوميا كل يوم الاربعه ونص نتاع العشيه باش نعطيكم المعطيات الكل. واحنا كما تعرفوا معناتها نعملوا عليكم برشا باش تعديوا لي ميساج هذم الكل، خاصه اللي جاي من المناطق الموبوءه كوسوا تونسي ولا مش تونسي، الالتزام بنصائح وزارة الصحة والإجراءات اللي اتخذتهم الدولة التونسية. فاطمة دونك الحذر والحذر، ما نهولوش الأمور، إجراءات بسيطة وإن شاء الله تونس لاباس. نقطة الخليجية اليوم وفيت إن شاء الله في نقطة أخرى. شكرا لك أنيسة حجري، زميلتنا كانت معنا مباشرة من المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة. 5 حالات إصابة بالكورونا في تونس، فيهم حالة وحيدة غادرت تراب الوطن. مع هذا معناتها كنا تحدثنا في بداية الحصة على طريقة المغادرة متاحة وما شابها خاصة من إجراءات في مطار ستراسبورغ. 4 حالات فيهم حالة معناتها هي زوجة أحد المصابين، يعني من القريب معناتها العائلة المصغرة، والناس الكل اللي خالطت المرضى هذوما هما موجودين توا في الحجر الصحي ويتم متابعتهم ومراقبتهم من قبل فريق طبي باش نعرفوا إذا كان ثم حالة أخرى وإلا لا. إن شاء الله على الأقل يقعدوا 4 حالات فقط ما ينتشرش المرض هذايا. ثم إجراء إيقاف الدروس وتقديم العطلة بداية من نهار الخميس، الناس الكل معناتها يعرفوا أنه نهار الخميس تبدأ العطلة متاع التلامذة ومتاع زادة التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي والتعليم العالي أيضا. نمشي وإحنا نرجع معكم للبلاتو باش نكمل في نفس السياق، بما أننا كنا نتحدثوا على الفيروس هذايا كورونا. ثم حالة إصابة كانت في تونس، وتم السيد هذا اتصل معناتها عنده اعراض المرض، اتصل بالرقم 190 لكن جات الحمايه المدنيه وهزته للمستشفى. كيفاش يقع خطا كيما هذا سي معز؟ والله هو قبل كل شيء حبيت ناكد اللي احنا راح نتفاعلوا مع كل المواضيع اللي تمس الامن العام، واحنا كنا سي بروغرامي غدو الحي، كانت ثم مسيره تنديدية في اتجاه مجلس النواب بحضور عديد المنظمات، منها منظمة أمن شباب تونس، منها الجمعية التونسية للأمن الجمهوري، منها الرابط الوطني للأمن المواطنة بالطبيعة، الغناها نظرا لتفاديا لإمكانية تفشي المرض أو حالة العدوى، وإن شاء الله يقع برمجتها لاحقا. وهذه نداء للناس كل اللي هي ألغيت إلى وقت لاحق. توش نحكي في تعامل أجهزة الإسعاف مع مثل الأزمات والحالات هذية. احنا رأوا عنا مشكل في إدارة الأزمات، الفريق الإسعاف والجهاز الرسمي في تونس المسؤول على نقل المصابين هو الحماية المدنية. معناها ما تنجمش أنت يطلبوك على الرقم 198 بتاع الحماية المدنية وتقول واحد عنده انسفيزونس ريسبيراتوار، عنده مشكل على مستوى جهاز تنفسي، تقول له ما نخرجلكش وما نتعاملش معاك. بقى هنا مسؤولية الدولة في التعامل مع مثل هذه الأزمة في إطار توفير التجهيزات وتوفير كل الإمكانيات الضرورية والتكوين في هذا المجال لرجال الإسعاف اللي هم في مواجهة مباشرة مع مثل هذه الأخطار. معناها أنت توا تطلب من الجهاز هذايا باش يتدخل الانترفونسيون باش يسعف وينقل المصابين هذوما، وقت الناس هذوما ما عندهمش تكوين وما عندهمش الآليات اللازمة، وخاصة الناس هذوما ما يتمتعوش بمنحة العدوى اللي هي منحة ضرورية لأعوان الإسعاف. هنا نداء للسيد مدير عام الحماية المدنية، للسيد وزير الداخلية، للسيد وزير الصحة لتوفير التجهيزات وتكوين الناس المسؤولين على التدخل في مثل هذه الحالات. باش نختم مع آخر سؤال، ثم فيديو قاعدة تنتشر وقاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بالضربة الإرهابية اللي وقعت نهار الجمعة. الفيديو هذه يظهر لي اللي سجلها ولا اللي صورها، يظهر لي مع الناس هذوما اللي قاموا بالعملية. هو الفيديو هذايا ممنوع نشره لسببين. سبب الأول ثم تحقيق جاري وممكن يأثر على مجرى التحقيق،
وثانيا والأهم اللي هدايا يدخل في نطاق تمجيد الإرهاب، والدعوة إلى نشر مثل الفيديوهات هذه هي دعوة للتنظيمات الإرهابية لنشر الفكر المتطرف. لكن ينجم يكون مواطن عادي يصوره معناته هو متعدي. أي شخص لهنا يلزم نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع مثل هذه الظواهر في الريزو سوسيو نتاعنا، كل حد يتحمل مسؤوليته، وراه ثم إمكانية يكون الطرف اللي قام بتوثيق العملية هو طرف من خلية إرهابية. واضح. شكرا لك سي معز دبابي رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة. شكرا. مشكورة على الاستضافة وإن شاء الله ربي يحمي تونس. شكرا لك. نمشي ونواصلوا معاكم، خليكم مع منى وضيفها في الفقرة الموالية. واصلين استضافتنا، وسعيدة جدا اليوم باستقبال الأستاذ صالح نصر وهو المدير العام لقصر العلوم بالمنستير. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك، تحية لك ولكافة المشاهدين. شكرا لك. بتبيع أستاذ اليوم أنت حاضر معنا باش نحكي على برنامج الحقيقة ثري جدا، ثري في قصر العلوم بالمنستير. القصر هذا يضم العديد من التظاهرات باش نحكيو على الأبرز منها، لكن زاد اليوم نحكيو على التظاهرات هذه وما نجموش نحكيوش على فيروس كورونا. لكن أنت قلت لي اللي ما فماش تخوف كبير لأنه ما فيهاش تجمعات كبيرة بعض التظاهرات. نعم، بالنسبة لهذا الموضوع والحمد لله. نعم. رغم أنه هناك تقريب زيارات شبه يومية معنا للمؤسسة. نعم. وفي تنقلات من إطار العلم المؤسسة خارج فضاء قصر العلوم، إلا أنه ما فيش تجمعات كبيرة اللي ممكن تمثل خطورة على صغيراتنا. وفوق هذا كله نحن سنلتزم معنا بجميع الاحتياطات. نعم. اللازمة. لازم وأكيد. به نمشيو للبرنامج الإثري الحقيقة. نعم. يمتد على سنة 2020، معناتها برشا تظاهرات مهمة باش تكون حاضرة في ولاية المنستير. تعطينا فكرة على أبرز التظاهرات، لأنه تبارك الله برنامج ثري وثري للغاية، وإن شاء الله نكونوا في متابعة للبرنامج هذا في برنامجنا. بالفعل وهو كذلك. خلينا نبدأ نقول ربما المجال يعني المداخلة ما يكفيش باش نتحدثوا على كل برامج قصر العلوم بالمنستير. على الأقل في الأيامات القريبة. نعم. في القريبة. وقبل ذلك نحب نقول معنا السادة المشاهدين بإمكانهم أن يطلعوا على مختلف البرامج اللي طورها قصر العلوم لفائدة في الحقيقة مختلف شرائح المجتمع، وربما هذه ميزة من ميزات قصر العلوم والمراكز العلمية في العالم عموما. يعني ممكن يدخلوا على صفحة الفيسبوك أو موقع الويب ويطلعوا على هذه البرامج. خليني أقول أنا لماذا من أصله الحديث على قصر العلوم بالمنستير. نعم. نحب نذكر اللي مع الأسف احنا ما عندناش عديد المراكز من هذا النوع. عندنا يعني مدينة العلوم يعني في تونس. نعم. وقصر العلوم بالمنستير. أي. المؤسسة دي في الحقيقة عندها جملة كبيرة من الأهداف، ولكن أساسا خليني أقول ربما العناوين الأبرز لقصر العلوم بالمنستير. ثم الجانب الأول هو في الحقيقة مساعدة يعني والتأطير الصغيرات في مختلف المراحل التعليمية. هذا جانب مهم جدا. الجانب الثاني هو محاولة تثقيف المجتمع وإطلاعه على التحديات المجتمعية اللي نعيشوها كما اليوم مثلا لا قدر الله مرض كما هذا أو التقدم التكنولوجي أو علاقة المواطن يعني بمحيطه. والبلوغ الهدف هذا في الحقيقة حتى نجمنا كما ترى من البرامج اللي مذكورة في هذه المحاور اللي سمينا. نعم. نحن المحاور الكبرى لسنة 2019-2020. نبدأ إذن أول المحطات اللي تنتظر بتبيعة المشاهدين على الأقل في ولاية المنستير، وتحية اليوم على الأقل منستير وسوسة والمناطق الساحلية والأحواز بتبيعة. نعم. شكرا سيدة معنا منى. خليني أقول رغم أنه قصر العلوم هو موجود في المنستير في الحقيقة، ولكن رأي أنشدته تلامس تقريب مختلف جهات البلاد. وعلى سبيل الذكر نحكي مثلا على برنامج العلوم المتنقلة. البرنامج هذا يتمثله في جملة من الزيارات اللي يقوم بها الفريق العلمي لقصر العلوم بالمنستير من مؤطرين. نعم. ويحاول من خلال الزيارات هذه معناها داخل المدارس هو باش يشاهدوا بعض الصور بالطبيعة بعد حين على الشاشة بالطبيعة نشوفوا بعض المؤيدات يعني لهذا البرنامج. نعطيك يعني على سبيل الذكر مثلا هذه السنة ثم تقريب في البرنامج زيارة ما يقارب يعني 90 مؤسسة تربوية.
يعني احنا ما نحكيوش فقط على الاهتمام بالمؤسسات التعليميه في ولايه المنستير وسوسه، خلينا نقولوا الساحل والوسط، بل في كل سنه الحقيقه نحاولوا نلامسوا مجموعه من المؤسسات حتى داخل الجهات النائيه نسبيا. يعني على سبيل الذكر مثلا هذه السنه كنا زرنا مثلا ولايه مدنين ولايه توزر، ومازال في البرنامج يعني زياره ولايه نابل، ولايه جندوبه وغيرها من الولايات. معناتها انفتاح من قصر العلوم بالمنستير نحو هذه الولايات في تونس الكل 24 ولاية، فهذا مهم، وزادة تكون الدعوة زادة مفتوحة للمشاهدين للناس المغرومين خاصة بالعلوم، لملا لأنه تكون خرجة حلوة برشا الأطفال هم باش يكونوا حاضرين، والطلبة زادة كذلك في قصر العلوم، لأنه انتم معناتها للعديد من الشرائح متتجه. نعم في هذا الجانب اللي مساش الجانب التثقيفي حتى للكبار نتعلموا مع صغار، يعني أعطيت بعض العناوين هكذا، عندك مثلا برنامج يعني النوادي والتكوين عموما، واللي هي عبارة عن يعني نوادي في اختصاصات عديدة، الهدف منها هو إعادة الروح للصغيرات في التعامل مع الأنشطة العلمية عموما. نعم يعني تسعى المؤسسة من خلال إيجاد يعني المعدات اللازمة وخاصة المقاربات المنفتحة. احنا ربما شعارنا في قصر العلوم بالمنستير على غرار مختلف المراكز العلمية في العالم نعمل بالمثل، يعني علموا الأطفال وهم يلعبون. نعم نحاول نخلصوا الحقيقة المتلقي والمكون في نفس الوقت من مشاعر الضغط والستريس. احنا مجال مفتوح في حرية يعني الملاحظة، حرية يعني التأمل، حرية المشاركة. دونك هذا برنامج جول. برنامج ثاني كما قلت لي أنت متوجهين لمختلف الشرائح المجتمعية، فعلا أذكر على سبيل الذكر مثلا برنامج المحاضرات العلمية واللي هو برنامج مهمة برشا. نعم نحاولوا في هذا البرنامج في الحقيقة نضربوا عصفورين بحجة. أولا نسجلوا حضور قصر العلوم على المستوى العالمي من خلال يعني ملامستنا إلى جملة من البرامج اللي نلقاو العديد المراكز العلمية المنتشرة في العالم، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اللي عندنا معها شراكات وعندنا معها تقاطعات في الأهداف، نحتفلوا معها تقريب كل شهر في موضوع من المواضيع اللي تحتفل به. هذا الشهر هذا شنو مثلا؟ مثلا نذكر لك على سبيل الذكر تو إن شاء الله في آخر شهر مارس مش يكون عندنا موضوع ومذكور هني المحاضرات اللي العلمية سيكون حول الهندسة المائية في ظل ندرة المياه في تونس الواقع واللافق. يعني مهم برشا، موضوع مهم برشا، لأنه نعرف معناتها قيمة المياه وندرة المياه والمشاكل اللي يعاني منها مش كان تونس، العالم الكل. تعرف اليوم معنا احنا مهتمين في قصر العلوم لنشر يعني ثقافة السلام، وإن شاء الله نقول يا ربي كل المجتمعات وكل معناها النوايا الصادقة والخيرة تعمل على تحقيق السلام في العالم. ولكن ما يخفاش عليك اليوم إذا لا قدر الله ثم حروب في المستقبل، فربما من المواضيع اللي مرشحة تكون سبب في هكذا نزاعات هي المياه. بالتالي في مثل هذه المواضيع كما قلت لك يقع يعني استعاء خبير أو جامعي أو إنسان مختص في المجال، ويكون التأكيد على أنه تناول المواضيع يكون بشكل يعني سلس وبسيط، باعتبار أنه في الحقيقة الزوار متاع قصر العلوم بالمنستير ما عندهمش لون وحيد، يعني تزورك الأسرة فيها الأب فيها التلميذ، يعني فيها مستويات علمية متنوعة، وبالتالي نحن نحرص على أن نقدموا مادة اللي ممكن كل مثلا زير يستطيع أن يستفيد منها على درجة المعارف اللي بتمكن منها. هو الحقيقة البرامج مهمة برشا ومتنوعة برشا في قصر العلوم بالمنستير، وتعرف سي صالح نصر وقت البرنامج ضيق ما نجموش بالطبيعة نرجع على كل البرمجة، لكن باش نختموا معاك ذولي في أفريل عندكم حاجة مهمة برشا. بالضبط خليني في هذا المساحة معنا الوجيزة نعطي جزء عناوين مهمة من البرامج اللي طورتها المؤسسة مؤخرا، هي المخيمات العلمية. المخيمات عبارة عن يعني متسع زمني أسبوع أو ستة أيام نستقبل فيه مجموعة من التلاميذ ونحاول نخدم معهم على موضوع علمي معين. مش يكون عندنا إن شاء الله مخيم علمي ابتداء من 22 28 مارس، وهوني تشوف معنا الإضافة كما قلت لك بكري قصر العلوم يلعب دور العاضد والرافعة لتطوير العملية التعليمية. احنا رسلنا عبر طبعا وزارة التربية السادة المندوبين في كل الجهات
الحقيقه بوسك ما نجموش ناخذ الناس الكل، مش ناخذ تقريبا افضل تلميذ من ناحيه المعدل نتاعو في الثلاثيه الاولى من 24 يعني ولايه. هذو مش يحتضنهم قص العلوم تكوين واقامه واعاشه، ومش يشتغلوا ان شاء الله على موضوع تصور لا كونسيبسيون الى رياليزاسيون دي روبو. هذا ان شاء الله مش يكون في العطله هذه، وباهي حتى تكون يمكن المثابره بينهم هما زاده يكون شويه الاحتكاك، هذا مهم برشا في الحقيقه. نضربوا عديد العصافير مش بركة. احنا اولا مش مكان باش يطوروا معلوماته في مجال علمي، مش ينمي عندنا فكره العمل في فريق. احنا نهتم ونعتقد في قصر العنب المنسير اللي هام جدا ننمي عند صغيراتنا العمل الجماعي. صحيح الانسان يحاول يتميز في في في, في محيطه، ولكن ما يكونش اناني بدرجه كبيره. ثم البرنامج الاخير بإجاز. ان شاء الله هو الدوره السابعه لمهرجان العلوم، واللي اعتقد تقريبا هو المهرجان الوحيد على مستوى وطني. تقريبا عندنا 7 ندوات يعني داخلين على الدوره السابعه. الساده المشاهدين يلقوا كل التفاصيل والدعوه للمشاركه في هذه الدوره في موقع الويب وان شاء الله صفحه فيسبوك ان شاء الله. استاذ صالح نصر المدير العام بالطبيعه قصر العلوم بالمنسير تكون حاضر معنا مره اخرى في برنامجنا، ونزيد نحكي على التظاهرات المهمه ولما لازم نصوركم وتكونوا حاضرين معنا في برنامجنا. شكرا بالتوفيق، تحيه ليك وتحيه لكل العاملين في قصر العلوم بالمنسير ولاهالينا في ولايه المنسير. احنا تو باش نمشيو لدبارتنا مع شيف أسماء هنيد وشيف سناء كلاعي. صباح الخير. صباح الخير. 11:30 مخر شوية، جيتكم مخر ما سبقت الشيف سناء اللي تبارك الله عليها بدأت معاكم الحلو. ديما كيما نحكي لكم الدساغ اللي ياخو وقت بالراحة وإلا يلزموا يبرد، ولا نبدأ به هو الأولاني. هي حطت العجينة متاحة تبرد وإن شاء الله باش تفصلها شوية آخر. أنا باش نعمل خبز، باش نعمل خبز بنين، نجم يجي دي ساندويتش الصغار فيكو جاية عطلة نعملهم خبز، يا باش ناكلوا به مرقة ولا باش نعدي بيه. سينو نعملوه الدوره هكا تبدا كبيره شويه ابوبخي كيما الطابونه، مي باش نطيبوها في الفور، ونجموا نعملوا بها كسكروتات كيما نحبوا، نعملوا فستق مقلي، خضره، جبن، حتى شنو نحبوا. ينجموا يتيبوا محشيين والا يتيبوا نيين، ومن بعد نقصهم في اثنين ونحشيهم. باهي انا هوني ياسر ياسر حبيت هالفرينه اللي حكيت لكم عليها المره اللي فاتت، الملتي سيريال اللي قلت لكم تتباع في المساحات الكبرى. كيما تشوفوا فيها زراعه الكتان وفيها جلجلان وفيها برشا مكونات مزيانه، لونها ديجا غامق ياسر مزيانه وخفيفه. وزدت معها هوني سميد، هنا عملت طون بور طون معناها رطل فرينه ملتي سيريال، عملت معها رطل سميد ارطب. ابعدوا مع سميد الحرش، راه ما يجيش في الخبز، راه الخبز نتاعكم يجي محلول وما يجيش سميد صافي، على خاطر سميد صافي ما فيهش الجلوتين اسي، الوغ الخبزه مش باش تجيكم هشوشه، باش تجي رزينه ويبسه شويه. باهي هوني عندي رطل برطل باش نحطهم في وسط العجينه نتاعي، باش نكمل نفوحوا. اليوم الخبز اخترت اني نعمله خبز مفوح، باش نعمله محرحر، باش نعمل فيه الثوم، وباش نعمل فيه برشا حكايات. باهي محرحر بشنوا؟ محرحر بالبابريكا كيما تنجموا تعملوا الهريسه، باش نحط فيه برشا بابريكا، باش يظهروا لكم برشا مرا هو من بعد على خاطر الكميه كبيره. هوني راهي تعمل لي الكميه 12 خبزه. هوني عندي كليل وزعتر مرحي، كليل وزعتر اون بودر مخلطين، هو مرحي كل واحد وحده وانا خلطتهم، باش ناخذ منهم زوز مغارف بهين. هذايا الخبز يجي بنين على الاخر، نجموا ناكلوه حتى بلا حتى جوست زيت اكاهو يجي بنين. هوني باش ناخذ زوز خميره خبز، انا هنا نجموا نعملوا خميره بركه، اما طونكو الطقس بارد وانا مزروبه شويه الو خذيت زوز. في العادات نجموا تعملوا كيس واحد بركه نتاع خميره، يعني 13 غرام يكفي، اما كي تبداو مزروبين والطقس بارد ماذا بينا نعملوا دو ساشي على الكيلو. ديما الكيلو بودر ياخذ دو ساشي كي يبدا الطقس بارد، الطقس سخون ساشي تكفي. باهي هوني باش نحطهم مع المواد الجافة، سنة سامحني شايف سكر وي هاكا غاديكا. باهي هوني ديما نحكي ما حكيت لكم الخبز، أنا ديما مع خميرة الخبز مع الخميرة الفورية يعيشك، لازم نعمل خميرة كيميائية. تقولوا لي علاش مدخل هذه في هذه؟ راهي هذه تلعب بلاصة لاميليورون المحسن اللي يخدموا به واللي هو مش منصوح به، هذه جوست تخلي الخبز أكثر هشاشة، وحتى كيف يبات ولا يبقى بايت ما يبداش يتجبد، يبدا طري برشا حتى إذا كان يبات. أنا هوني خذيت نص ساشي يعني 5 غرامات، باش نحطهم مع البودر باقي. باش ناخذ مغرفة
باهية سكر. أنا اليوم حبيت نكري لكم بالمغرفة، أكل 25 جرام اللي نقول لكم فيها هي هذية مغرفة باهية سكر. ما يجيش الخبز من غير سكر، أولا الخميرة ما تتفاعلش، وثانيا اللون متاع الخبز يجينا فاد ويجينا مشهب، وما يجيش لون الخبزة مستحمر وما يجيش فيها تقرميشة. الملح وانتم تتبعوا مليح، قلنا ما نحطوش كي نعجنوا من الاول، نخليوه في الاخر باش ما يبطلش التفاعل نتاع الخميره نتاعي. هوني عندي كعبه ياغورت، شوفوا هو حاجتين، يا اما نعجنوا بالحليب، يا اما نعجنوا حليب وماء، يا اما نعجنوا بكعبه ياغورت والباقي ماء، سينو نجموا نعملوا ماء صافره. اما كي يكون فما سميد ارطب ماذا بينا حاجه تخفف السميد، كما تعرفوا رزين ماذا بينا حاجه تعطي لو بلوس، تعطي هشاشه. راهو نجموا نعملوا ياغورت والا كريم فريش والا حليب وماء، والا كان عندنا توابع جبن ميسيرش يبداو عندنا الجبن المثلثات والا المربعات، نجموا نرميو ثلاثه اربعه توابع في العجينه نتاعنا يعطيو خفه وبنه ياسر محلاها. وهوني اخترت نحط الزيتون، وحطيت معاه كمية كبيرة متاع الثوم للفوائد اللي مش لازم نعاودو نحكيهم لشنوما، باش نحط الزيتون والثوم، من بعد باش نكمل منه الزيتون من الفوق، باش نخلط طوا المواد الجافة. نخليهم يدوروا شوية، من بعد باش نحل وزيت زيتونه بيان سور، ما ننساوش زيت زيتونه، راهو الخبز ما يجيش بلاش زيت، راهو ما يجيش هشوش وما يجيناش بنين، ماذا بيكم الخبز ديما فيه على الاقل كاستي زيت زيتونه باش يجي مبسس. وزيت زيتونه باش نعطيكم المرحله انا اللي باش نحطوها فيها، ما نحطوهش فوق البودر يشرب وما يعطيناش الريزلت اللي حشنا بها. هوني خلطنا المواد الجافه، مكونات الجافه، باش نحطوا كعبه ياغورت، نحطوا كعبة ياغورت، كعبة ياغورت بلا سكر بيان سور، كيما قلت لكم تعوضوها تنجموا بكريم فريش والا بالحليب. وعندي لهوني الماء دافي، كيما قلت لكم اليوم مزروبه والدنيا بارده، الوغ يلزمني ماء دافي، ونبدا توا نرجع نعجن ونتبع بالماء، ما فماش كيلة، راه ما فماش هذايا قداش بربي ما قلتيش قداش نحط ماء، الماء يلزمك تبدا تعجن وتتبع لين يتلم، ما ننساوش هوني السميد راهو يشرب برشا. باش نخليوها كولونت شويه العجينه، باش نخليوها جاريه شويه على خاطر فيما ارتاحت العجينه باش تشرب. هاي بدات تلم هنا في روحها. باهي في ليتاب هذيا باش نبدا نصب زيت زيتونه باش نبسس به. نجموا زيت زيتونه والا زبده عربي، اذا كان عندكم زبده عربي بنينه برشا راهي في الخبز. في المرحله هذيا تبسسوا به. يجي الخبز مبسس وبنين على الاخر. ما ننساش الملح بيان سور، مش ردوا بالكم تنساوه خاطر ساعات على خاطرني نقول يلزموا يكون نشفتها ميرسي، يلزموا يكون في الاخر ردوا بالكم تنساوه، خليوه هاك على عينيكم باش تشوفوه. باهي ال 20 غرام اللي نحكي عليها راه ماهيش اختياريه، راه ما نقصوش فيها. هاي ال 20 غرام ابوبخي نتاع الملح، ما تخافوش تظهر لكم غرفه معبيه راهي برشا، اما الخبز راهو يجي ماست، اذا كان طاب مسوس راهو زايد ماهوش باش يرجع ويولي بنين. باهي هوني العجينه بدات كما تشوفوا الباتور بتاعنا نظيفه، باش نخليها تتعجن، ما عادش باش نزيدها حتى شيء، باش نجم نشوف هوني باش نوريكم وقتاش ما عادش نزيدها شيء. كما تراو فيها يدي نظيفه ما عادش تتلصق، والبيتخام تاعي نظافت، باش نخليها تزيد تتعجن هكاك ثلاثه دقائق مليح مليح، من بعد باش نعملها بول مزيانه نخليها ترتاح من 20 دقيقه نص ساعه، من بعد نشكلها خبيزات كيما نحبهم انا، نعاود نرتاحها 20 مينوت لنص ساعه اخرين، هي العجينه سخونه سافا حتى 20 مينوت، من بعد باش نطيبها على فور 160 درجه 180، ومن بعد نطيح في 160، ومن بعد نطلع لل 180، وباش نصب شويه ماء في الفور من اللوطه باش يعمل لنا اكل هوميديتي اللي باش تخلي الخبز نتاعنا فيه كخوت تتقرمش شويه. توا جوست تورينا شاف سنه كعبات من البسكويت نتاعها اللي هابش تعاود لكم هي تسمي لكم تعاود توريكم كيفاش باش تشكلوا والروسيت او ميم طون. دونك فوالا اسماء يعطيك الصحه ميرسي. هذه العجينه بعد ما عجناها نذكروا العجينه نتاعنا فيها 60 غرام زبده، فيها 90 غرام فرينة، فيها 150 غرام سكر اسمر، فيها مغرفه نتاع قهوه خميره، فيها 40 ملي لتر حليب، وفيها 115 غرام شوكولاته كحله. اليوم انا اخترتها كحله، قلنا نحطوا في الكونجيلاتور البات نتاعنا ترتاح، ومن بعد هكايا نتحصلوا على البات هذيا. دونك لهنا شدت روحها، نكعبروا الكعبر نتاعنا. دونك هنا انا باش نستعمل الميزان، علاش؟ باش نخلي نحب الكعبات الكل يجيو قد قد. دونك لهنا الكعبه ميزانها 16 غرام، دونك نحطوا في السكر المرحله الاولى في السكر الاحرج، ومن بعد في السكر المحور. خلي باش نحط فوالا هكيا
ومن بعد نحطوها في الطبق نتاعنا. نعاودوا نفس العمليه، اما يلزمنا نردوا بينا الكعبات نتاعنا بيسكو فيها الزبده باش تتحل، دونك ماذا بيا نبعدهم على بعضهم باش ما يلصقوش. داكوردو، دونك انا اخترت لهنا كعبات صغار 16 غرام. نجموا نتوما من غير ميزان تشكلوا الكعبات على حسب انتم شو تحبوا، تنجموا تعملوهم اكبر، دونك وحاولوا الكعبه وقتا. دونك هذايا هو يدخل للفور لمده 15 دقيقه على درجه 180. ديما نذكر ونقول احنا والفور نتاعنا نتفقدوا البسكوي نتاعنا، البسكوي نتاعنا يجي من داخل مولو ومن برا كروستيان. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه شيف سناء. نرجع من بعد ان شاء الله مع الخبز نتاعنا، وعندنا حاجه اخرى باقي حلوه باش تفاجئنا بها سناء في دقائق الاخرى، خاطر ما تاخوش برشا وقت. ان شاء الله نرجع لكم من بعد مع الخبز اللي باش نخليه يرتاح نص ساعه، هي تحط البسكوي نتاعها في الفور، ومن بعد باش نكملوا ندلل لكم باش ندللكم سناء بالفوندون والشوكولا. رجعنا معكم للبلاتو، مشكوره جدا شيف اسماء وشيف سناء، تابعوهم في الغوسيت وتابعوا الماكله البنينه الحقيقه، انا نذوقها ديما هذاك علاش نقول لكم راهي بنينه. باش نواصلوا معكم باش نتحدثوا اليوم على حاجه مهمه برشا. صحيح انه ثم فيروس معناتها منتشر في العالم وقاعد معناتها يسبب في اضطرابات كبيره سواء كان على المستوى الاقتصادي ولا الاجتماعي. في تونس عندنا على الاقل توا 4 حالات معلنه وكونفيرمي في تونس، هما كانوا 5، قلنا أنه ثم حالة غادرت البلاد. باش نتحدثوا اليوم على الهلع والخوف اللي يصيب أغلب الأولياء في علاقة بانتشار الفيروسات، وثم حتى النداءات معناتها من البارح وهي تصير على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم جروب اسمه كل ما يخص قراية صغيري، لي بارون الكل يدخلوا وبربي ما تهزوش صغاركم للمكتب، بربي ما تمشيوش. الحاله هذه نتاع الارتباك والخوف اللي تصيب الاولياء باش نتحدثوا عليها اليوم في فقره فاميليا مع مساعده بيداغوجيه مدام ماجده السعفي. رحب بيك، اهلا وسهلا ومرحبا بيك. عايشك عايشك، صباح الورد والفل والياسمين لكل كل تونسيين. صحيح فتومه هالمده هذه صار معناتها برشا هلع وبرشا خوف، معناتها حتى مبالغ فيه. صحيح احنا ما يلزمناش نهولوا زيد، لازمناش معناتها نهونوا الحكايه. هل ان الخوف هذا مبرر والا مش مبرر؟ والله هما الوالدين عندهم الحق، كل واحد عنده فلذة كبده ويخاف عليها من المرض ومن كل شيء، خاصه هالوباء هذايا انه انتشر وانتشر معناتها بكيفيه معناتها كبيره. لكن الوالدين لهنا انا شنو اللي ننصحهم به؟ انه في عوضها نهولوا ونكبروها الحكايه برشا برشا، يلزمنا نعقلوا السلوك نتاعنا، نعقلوا كيفاش هالسلوك هذايا، انه نبسطوا المعلومه للاطفال نتاعنا، نحكيوا معاهم، نتواصلوا معاهم، فهموهم باش هكاك ما ياخذوش المعلومه من غير ما ياخذوهاش من اصحابهم، خاصه الاطفال اللي اقل من 13 سنه فاطمه، انهم معناتها يتقبلوا المعلومات معناتها من كل حد معناتها بكل بساطه معناتها ويتبنوها وياخذوها ويجد عليهم. دونك احنا شنو لازمنا نعملوا كاولياء؟ نحكيوا معاهم بدايه ونبسطوا لهم الحكايه، راهو فما صحيح الفيروس هذايا وكل راهو ينتقل بسرعه، وفما عندنا نوصيهم ونعلموهم كيفيه تفعيل المقوله اللي تقول الوقايه خير من العلاج. دونك لهنا شنو بالحق هو الوقايه باش تكلفنا اقل، حتى معناتها ماديا تكلفنا اقل من العلاج. نعلموهم عادات ونشاركوهم معانا، انه مثلا ندخلوا هيلهم مروا هيلهم في اشكال تاع الالعاب، مثلا هاي نلعبوا بالفقاق يعني معناتها بالرغوه تاع الصابون باش نغسلوا يدينا برشا مرات، والسيتا في غيرنا ما نعرفوش نغسلوا يدينا يا فتوم. اي صحيح. دونك ساعات
حاجات معناتها امراض كيما هذه ولا الفيروسات المنتشره تكتشف انه معناتها عندنا قله وعي كبير في علاقه بالنظافه نتاعنا. معناتها الناس ما تغسلش يديها معناتها وقت اللي تروح، تعرف انه هي مست برشا اجسام وقت اللي كانت خارج المنزل، وقت اللي تدخل الدار معناتها عاده معناتها حتى ينجم بشكل حاجه ويكون ما يغسلش يديه. دونك لهنا اكتشفنا انه العباد ناقصه في علاقه العنايه بالجسد نتاعها، على الاقل نحكيو على تنظيف اليدين وليجين دو في احنا نقولوا، ومن المفروض تدخل في السلوكيات اليوميه نتاعنا. صحيح، وهذا باش يصير بالدربه، انه كل ما وين ندربوهم اكثر كل ما يولي سلوك وتولي عاده عند الاطفال نتاعنا. دونك نعلموهم ونعودوهم ونقولوا لهم المعلومه انه راهو هالفيروس هذايا راهو يقعد على الاشياء المسطحه، من حاجات خشبية، من باللور، من كل حاجة نمسوها، معناتها الفيروس يبقى غاديك 12 ساعة. شوف انت قديش معناتها، ويلزمنا معناتها وراهو الفيروس وقت اللي احنا نمسو اي حاجة انه باش ينتقلنا عبر اليد، دونك اليد يبقى فيها 10 دقائق معناها وهو معناتها حيك الفيروس هذاك. شوف قديش من حاجة اك الطفل نتاعنا باش يمس معناتها فك 10 دقائق. دونك احنا نعودوا باولا غسل اليد، وهي ما فماش ما اسهل منها، حتى كان ما عندناش اكل معناتها السوائل هذيك الخاصه من الصيدليه، فما صابون والماء يغسلوا يديهم كيما يوريو فينا فاك الحملات التوعويه. دونك فما لقطات معناتها وكل وتبين كيفيه الغسل الايدي. سيت افيغي الابهام احنا نسينو، وسيت افيغي ما نغسلوش معناتها ما بين الصوابع ما بين صوابعنا معناتها وكل، وراونا معناتها وكل. دونك احنا نوعيو اطفالنا على هذا اولا، ثاني حاجه نعلموهم انه ينقصوا من البوس والسلام باليد. يزينا ماك التقبيل احنا هكاك التوانسه اللي نحبوه وكل كان نشدوه معناتها ونعنقوا ونبوسوا، هما صغار معناتها هما صغار من الاحسن، وما لازمناش نتغشوا احنا اذا كان من بعيد. بعثت لهم قبله جماعيه الاطفال اذا كان انا في وسط في برشا اطفال، وحتى احنا كقدوه معناتها للاطفال نتاعنا انه نوريهم انه رانا هنا نقصنا ما التعنيق ومن هالبوس البرشا هذايا وهالسلام بالايدي، على خاطر الفيروس تقل بالطريقه هذه. فما السعال والعطس زاده، كنا احنا نقولوا لاولادنا من التربيه نتاعكم انكم تحطوا ايديكم قدام فم السيتا فيغي، لا يلزم نحطوا المرفق ما نحطوش الايدي هكايا باش نبعدوا اكثر ما يمكن معناتها الاكل الرذاذ هذاك اللي منتشر معناتها في الهواء عبر العطيس ولا السعال. ما نخوفوش برشا برشا الاولياء، فما بصيص من امل وفما مسحه من الايجابيه انه السيتا فيغي معناها نسبه العدوى عند الاطفال قليله برشا يا فتومه، ماهوش برشا برشا. دونك وحتى كي مرضوا تلقاهم الاولياء ما هزوهمش معناتها للسبيطارات وللمستشفيات، هذيك علاش هي مش معلنة. دونك بسيطه، وانه العدوى حتى كان يتعداو يبراو علاش خاطر عندهم مناعتهم لهنا قويه. ثم في علاقه بالليجين هذه حاجه مهمه برشا، واليوم ثم اوغوزمون ثم برشا حملات توعويه في علاقه بالنظافه نتاع الليجين والجسد وفي علاقه بالتوقي من الفيروسات، لكن منسوب الاشاعه ومنسوب التهويل موجود ويكثر بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا انه ثم برشا اولياء يندوا منذ البارحه بايقاف الدروس، تم الاعلان معناتها مؤخرا على انه العطله باش يتم تقديمها الى يوم الخميس، معناتها ابتداء من يوم الخميس هو يوم عطله. لكن اليوم حتى في المدارس حتى كي مشيت نوصل في ابنائي للمكتب لقيت قليل معناتها التلامذه اللي مشاو يقراوا، وهذا يفسر انه برشا اولياء متخوفين. كيفاش تتعامل مع حاله الخوف والهلع لدى الاولياء؟ الهلع هذيا الكبير وهالخوف الكبير ايش باش يولد؟ يولد خوف، والخوف هذيا يخلي الجسم المناعه نتاعو تقل وتجذب ليه كل المرضات. عاد احنا علاش ما نوصيوش اولادنا ونعطيوهم اللي احنا قلناهم الحاجات البسيطه من غسل الايدي، انه ما يسلمش، انه ما يغسل يديه برشا مرات. والاولياء زاد ما يشاركوش في اخافه اولياء اخرين. الاولياء احنا توا ربيت البيوت وكل باش يشموا علينا ريحه الجفاف
اكثر من لي بارفان ما يسالش، لكن راهو بالجمال انه هالاسطح هذه اللي حكينا عليها الكل كل في كل الامكنه، معناتها كي تتمسح بالجمال بقدره ربي معناتها نقضيو على هالجراثيم هذوما. يعطيها الصحه الوزاره انه كي معناتها قصت معناتها على الدراسه قبل معناتها بثلاث ايام من العطله، على خاطر هي فتره نتاع دعم وعلاج واولادنا انهاو الاختبارات والامتحانات، خلي على الاقل هالتهويل هذا باش ما يصيرش للاطفال نتاعنا عبر معناتها الوسائل معناتها التواصل او عبر الاصحاب في بعضهم، على خاطر هما ينجموا معناتها ينشروا الهلع وهالفزع اللي تحكي عليها فاطمه. مشكوره مدام ماجده صافي مساعده بيداغوجيه، كنت حاضره اليوم تحدثنا على الفيروسات وخاصه كيفاش الاولياء ما يزيدوش هما زاده في الاشاعه وفي منسوب الخوف والهلع عند الاولياء اللي كيفهم. ان شاء الله لاباس الناس الكل. نواصلوا معكم شو المنى. مواصلين فقرات برنامجنا وفي فقرة صحة للجميع، يحضر معنا الأستاذ الدكتور بدر الدين بوقرة المختص في أمراض النساء والتوليد والعقم. اليوم باش نحكيو على فيروس الكورونا، علاقته بالمرأة الحامل، هل إنه المرأة الحامل هي أكثر عرضة يذول يدي؟ أول سؤال نبدأ به. وصباح النور دكتور. صباح الخير منى. مرحبا. مرحبا. إذن هل إنه المرأة الحامل أكثر عرضة من غيرها اللي وإلا من الناس اللي يمكن أكثر عرضة للفيروس هذا؟ لا. هاي به؟ الحمد لله. لا. ايه؟ كما الناس الكل. ايه؟ بالطبيعة زي ما تأخذ نفس الاحتياطات معناتها ولا حتى أكثر شوية احتياطات تنشوفها ليش. ايه؟ ما يبقى بهش أكثر عرضة للمرض بالفيروس. en plus المرأة الحاملة عادة سوسون دي فام جون. عادة كلهم نساء صغار دونك حتى تأثير الفيروس يكون ان شاء الله ما عندوش تاثير كبير كما نشوف. نعم. به الدكتور وقت لي المراه الحامل في صوره ما اصيبت بالمرض هذايا بالفيروس هذايا، شنو هي المضاعفات يمكن تنجم تتجر عليها الفيروس كورونا بالنسبه للمراه الحامل؟ باش نبداو واضحين الساعه لي زيتود معناتها الدراسات ضعيفه شوي، معناتها مش موجوده برشا في انه باش تكون حوايج سيانتيفيكمون معناتها فاليد يزم شويه وقت ويزم دي زيتود بارتيكولير. معناتها بالنسبه للكورونا تو كيما تقول تقريبا عنده شهرين ونص. أي. من مازلنا نتعرفوا على بعضنا مازال. معناتها لي ريكومونداسيون كل اللي صاروا اخر ريكومونداسيون صارت نتاع رويال كوليج معناتها نتاع لونجلتير دونك صاروا البارح معناتها ان 2009 بيبلي صاروا على الحالات كي اونتي ديكريت معناتها اللي تمت معاينتهم ولا نعم و انسو بازون على كيما تقول انت على اولاد عم الكورونا خاطر ما تعرف اولاد عم وهما سارس ومتاع الميدل ايست. نعم. دونك هذوك معناتها بار اكسترابولاسيون على الشيء هذا بقى اش نقولوا نحن نقولوا معناتها الى حد اليوم ما فماش ما ظهرش انه عند المراه الحامل معناتها اكثر مضاعفات من الناس الاخرى. اللي هي معناتها مراه واحده حامل اللي وصلت للانتوباسيون معناتها الفنتيلاسيون اسيستي معناتها وصلت سندروم تريس ريسبيراتوار ايغو معناتها الحاله خطيره وداير خرجت منها جوسكا للبارح 2009 بقى اذا كان نشوفوا نحن اون ريلاسيون افيك لي زوتر فيروس معناتها افيك لي زوتر كورونا اش نقولوا انه المراه الحامل بطبيعتها المناعه نتاعها تكون اقل من المراه العاديه. علاش؟ كما تعرف باش تقبل هي الصغير المراه الحامل يلزمها تقبلك الشطر نتاع الجينات اللي جايين من البو دونك تعمل تسهيلات في المناعه نتاعها دونك ان ايمينو فاسيليتاسيون نسميوها وهذاك يخليها عرضه اكثر للمضاعفات اذا كانت تصير انفكسيون. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه المراه الحامل في صوره ما معناتها صارت مضاعفات ومجبورين باش نعملوا اون فونتيلاسيون ولا حاجه هكا تقلقنا شويه معناتها البريزون شارج بتاعها تكون اصعب في انه كرشها معناتها اليوتيريوس يبدا منفوخ دونك باش تتعاون على النفس وكل شيء يقلق معناتها مش كما انسان عادي معناتها ما عندهاش حمل. ثالث حاجه انه في الادويه وقت باش نعطيو الادويه المراه الحامل ديما عندنا اشكاليه فما ادويه معناتها ديزونتيبيوتيك كل شيء كون بو با توجور لي دوني دونك هذاك علاش يخلي المراه الحامل اذا كان تصاب بالفيروس هذا بوتيتر elle est plus à risque معناتها de complications et les complications elles seront معناتها يكونوا صعيب شويه مجرتهم تنجم تكون تعقيدات صحيه اللي ناكدوا انه لليوم حسب اللي موجود حسب لي بوبليكاسيون اللي صاروا معناتها بالنسبه للمراه الحامل ما صاروش مضاعفات اكثر من الناس الاخرى. elle est considérée comme en étant une femme معناتها جون حبوا لا تكره صغيره دونك
جينيرالمون لو ريسك اللي مواندخ معناتها ماهوش كبير برشا اقل الريسك برشا. الفيروس دكتور في حاله ما الام عندها اصابه المراه الحامل هل انه يتعدى للجنين او لا؟ جوسكا مانو ما فما حتى ما فما حتى جنين معناتها ظهر انه اتصاب معناتها تعدى ما فماش معناتها اوكون اتيود كامونتري انه فما تعدى الفيروس من الام للجنين ديريكتومون. الى يو ان سول كا حالة واحدة أنه الجنين دوما تولد الصغير معناتها إلى مانيفيستي معناتها علامات نتاع كورونا فيروس ولقاوه بوزيتيف مي أبارامون وقت الولادة صارت معناتها وقت الولادة في الباساج معناتها ما تعداش من الأم للجنين إلى الجنين نعم كيما يتعداش دونك إني با دو ريسك دو مالفورماسيون زي ما فماش معناتها ما فماش ريسك كي تبدا المرأة مريضة بالكورونا فيروس باش الصغير يصاب بالكورونا معناتها في الأم. بقى شنو نقولوا نحن فيو انه كي تمرض المراه مش تطلع السخانه مش تكون في حاله معناتها ارتفاع درجه الحراره مش باهيه نعم. معناتها ستان كونتكست انفكسيو تحب ولا تكره معناتها كيما اللي زرت جرثومي مرض جرثومي هو يعطي بالطبيعه ولادات مبكره اكثر فهمتني يعطي شويه نقص في الوزن وقت الولاده نتاع الصغير والا في الثلاثي الاول ارتفاع الحراره كيما نعرف الكورونا فيروس ابارامون يعطي لي تمبيراتور تري امبورطونت معناتها اودلا 39 40 دغري دونك بروبابلومون ياثر يعطي اكثر رموات معناتها اكثر اجهاضات ولا بوتيتر التشوهات مي مش من الفيروس سي بلوتو من من السخانه اللي هي تطلع من ليتا انفيكسيو دو توت مانيير جوست كلمتين هو الى يو 18 كا نتاع نساء حباله كي اونتي في الصين معناتها كي اونتي سويفي الى يو كو ميم 6 اكوشمون بريماتوري تقريبا 30% 6 ولادات مبكرة. هذا هو اللي واحد ومعناتها فما زاد نقص في الوزن عند الاطفال با بلوس كو سا به هذا اوليا احنا كما قلنا ما زلنا كما العالم الكل يتعرف على هذا فيروس كورونا. بالنسبه للرضاعه الطبيعيه والرضاعه هل انه المراه في تكون مريضه بكورونا تنجم ترضع صغيرها؟ تنجم ترضع صغيرها سا سي لونيسيف داير لا ريكوموندي حتى ولو اني تكون مريضه ترضع صغيرها. علاش؟ خاطر ساعه الفيروس ما يتعداش في الحليب واضح باهي هذه حاجه. الحاجه الثانيه انه الحليب فيه لي زونتيكور اللي يحميه الصغير من الفيروس هذا باهي دونك ديجا مش تزيدوا مناعه واضح. الحاجه الوحيده وقت تكون مريضه يلزمها تحميك الصغير هذاك باش ما تعديش دونك تغسل يديها ديما ما تدخلش معاه ياسر كونتاكت معناتها كل واحد شيء بيان سور قبل ما ترضعوا وتلبس بيان سور لي بافيت معناتها الكمامات لي ماسك هذوك لي بافيت هذوك باش ما تعديش لا اكثر ولا اقل مي ترضع الصغير حتى ولو تكون معناتها عندها مضاعفات دي كومبليكاسيون ولا دون زان ايتا اللي ما تنجمش تقوم بواجب نتاع الرضاع. المنصوح به ان يعني تجبد الحليب يجبدوا لها الحليب ويعطيوه للصغير خاطر كما قلنا الحليب فيه دي زونتيكور اللي يحميه الصغير من الكورونا. دكتور الوقايه شنو نجم ننصحوا النساء الحوامل بصفه عامه النساء اللي توا في قاعدين باش يولدوا يمكن على مشارف على ابواب ولاده شنو نجم معناتها النصائح الوقائيه لتجنب كورونا؟ شوف الوقايه هذول معناتها تستجيب كيما الناس الاخرين الكل معناتها كيما الناس الكل اللي هو اون سو بازون il faut éviter le contact مع الناس اللي كانوا اون فواياج il faut éviter le contact زاد مع الناس اللي عندهم غريب سا سي ليفيدونس ميم يلزمها ديما الغسيل نتاع اليدين ديما معناتها لي سوليسيون هيدرو الكوليك اذا كان فماش غسيل طريقه تغسيل اليدين يلزم او موان اون ا دو مينوت نتاع غسيل يلزم معناتها فما رغوه نتاع الصابون باش تنحي الفيروس معناتها هذا بالنسبه للمراه الحامل معناتها احتياط اكثر من النساء الاخرين فيو اني اللي معناتها كيما نقولوا اللي بلو ديسبوزي فيو النقص نتاع المناعه نتاعها للمضاعفات اكثر من الناس الاخرين. بقى يظهر لي يظهر لي معناتها سي الوعي العام الوعي نتاع المجتمع الكل في حكايه الوقايه بارتيكوليرمون الناس اللي جايين من فواياج خاطر توا هو الفيروس اللي امبورتي تحب ولا تكره وبالامبورتاسيون هذاك الفا اتر الفا سو ديفيزي دونك نداء للناس كل خاطر ما نتصورش كان اي دوله ولا اي حكومه مش نجم تحط عساس على كل مريض ولا على كل واحد اريسك دونك ماذا بينا هو سي 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 الوعي العام وبالطبيعه الوعي العام زاد في النظافه في غسل اليدين
في معناتها الوقايه اللي منصوحه به. دكتور يمكن هو يمكن باش نسالك انا، انت بوصفك رئيس قسم التوليد في مستشفى شارل نيكول، كيفاش الاجواء غادي على الاقل حتى ناخذوا فكره، خاصه تحسبا لفيروس كورونا؟ معناتها نعرف المستشفيات الكل قاعده متاهبه، فما بالطبيعه محضر روحها، فما عندنا ثلاثه مستشفيات في تونس، في اريانا وسوسه وصفاقس، ثلاثه معناتها مجهزين لتقبل معناتها المرضى الاصابات ان كانت معناتها تستدعي معناتها المتابعه الطبيه. لكن سير العمل العادي كيفاش الاجواء؟ العمل القاعدي يصير بطريقه عاديه، معناتها ما نقصنا حتى شيء من طريقه العمل، بتاتر خذينا اكثر احتياطات معناتها في لي سوليسيون هيدرو الكوليك في الغسيل، حتى البيرسونيل معناتها نتاعنا بالطبيعه كي تكون فما حاله نتاع غريب ولا حاجه اونيسي معناتها باش نحميوها هي ونحميو زاد اللي داير بها، فهمتني؟ نعم. نحطو لهم لي بافيت دو ما يدخل للسيرفيس، نحاولوا قدر المستطاع بور ايفيتي معناتها الاكتظاظ اللي هو مالغري سا معناتها موجود موجود، فهمتني؟ الحاجه اللي نقولها راهو اسمعني، لازم ما ننساوش روحنا، ما نسرحوش برشا، راهي البلاد معناتها لي مويان تاعنا راهو سون اسي ليميتي، معناتها كسوا واحد علاش نركز؟ اذا كان نركز على وعي المواطن، على وعي المواطن وعلى الوقايه، خاطر اون فوا تصير ليبيديمي هاك تشوف اكبر الدول صارت اون بليس افوار، معناتها راهو معناتها خاطر المشكله فين؟ في لي كومبليكاسيون، في لي فورم كومبليكي، في لي لي دو ريا، فهمتني؟ سي سا البروبليم. اسكو انا اسي؟ ما نتصورش كان عندنا اسي، فهمتني؟ ان شاء الله ما نوصلوش غادي، وان شاء الله يكمل تطويق المرض هذايا. هو اسمعني معناتها كيفاش نقول فيها، سي لا سوسيتي كامله، لا هي نتاع الطبيب ولا هي نتاع وزاره الصحه ولا هي نتاع شيء، سي توت لا سوسيتي، ويلزم معناتها نحتاطوا ولازم الناس تعاون بعضها، راه ما فيهاش حديث. نعم، شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه. احنا باش نمشيو في نقطه خارجيه مع زميلتنا حنان القاسمي، موجوده امام مدرسه ابتدائيه، والمدرسه هذه فما مجموعه من الاولياء، باش نشوفوا الاجواء غادي. حنان لك الكلمه. صباح الخير منى، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكل الساده المشاهدين اللي قاعدين يتابعوا فينا الان على المباشر في القناه الاولى. احنا في نقطه خارجيه مباشره ومواكبه دائما للحديث واللي قاعد يدور في الشارع التونسي وفي العائلات التونسيه، البيوت التونسيه، الناس الكل تحكي وخايفه عن فيروس الكورونا. وبعد قرار السيد محمد بن مبروك الحامدي وزير التربيه بايقاف الدروس وتقديم العطله اللي كانت من المفروض انها تكون نهار 14 مارس، تم تقديمها بيومين الى يوم الخميس. حبينا نخرجوا للشارع التونسي وفي منوبه تحديدا من مدرسه ابو القاسم الشابي، نشوفوا الاولياء رده فعلهم وتلامذه حول هذا القرار. وهذيك علاش حاضره معايا وليه، مرحبا بك مدام، يعيشك نتعرفوا عليك. ألفا مدام ألفا، توا قديش عندك انت صغيرات هوني؟ عندي بنوته. البنوته اللي القرار كنتوا تسمعوا اكيد، وانه العطله وقعت تقديمها، انتم في العائله وانت كيفاش تقبلتوا الحكايه هذيا؟ الحق نتاع ربي فرحنا به احنا، رانا القرار هذايا خاطر صغيراتنا هما كل شيء في الدنيا هذيا، خاصه احنا لي باغون اللي تعبين عليهم وديجا تعديت البريود نتاع الامتحانات، معناها انا ماما خليهم يقعدوا في الدار نتهناو عليهم، خاطر ما نعرفش سبحان الله الفيروس بدا يتنشر في تونس وبدينا نسمعوا في برشا حاجات، دونك وحدي تاني على صغيره في الدار خير. اي تقول انت العطله جات في وقتها، انه والا من نورمالمون خاطر برشا اولياء كنت منذ قليل نحكي معاهم قالوا حق القرار كان قبل يوم. اي جات في وقتها، سي بون عدينا الامتحانات نتاعنا، جات في وقتها معناها ياخذوا كنياتهم غدوه الحي، وسي بون جات في وقتها، نصور جات في وقتها، ان شاء الله يرجعوا في وقتهم زاده. البنوته باش تخليها في الجارد، باش تخليها في الدار، كيفاش؟ في الدار. خايفه من الجارد؟ لا الجارد لا، انا ديجا مانيش حاطتها في الجارد اصلا، معناها انا الجارد ما نحبوش معناها، اما في الدار. ربي يفضلها لك ولطف عليها، وان شاء الله ربي يحمي صغيرات تونس الكل. مسيو نتعرف عليك. سلامة، انا اسمي فايس تريكي. فايس توا شفت معاك البنوته من بكري والكل، ريتها تبارك الله ناشطه وفيقه وفاهمه تحكي على الكورونا وفاهمه العطله كيفاش قدموها والكل. انت كيفاش رايك في العطله هذه؟ تحسها جات في وقتها والا كيفاش؟ والله انا ماذا بيا وزاره التربيه تنظر في نظره هذه، يعلقوا على الاقل الدروس هذه، فهمتني؟ ويشوفوا ياخذوا، خاطر توا هاك تري انا توا قبل كنا نسمع في الراديو واحد تونسي طلع بالطياره وعمل بوبو الكبير ياسر، السلطات التونسيه ما علمت عليه لما الطياره طارت وصارت وهبطت في بروكسيل، فهمتني؟
يعني وعملت مشكله كبيره ياسر تو ولينا خايفين على صغارنا تو فهمتني الفيروس كثر ولينا بيتاهب في درجه ثالثه تو ما عادش درجه الاولى ولا درجه ثانيه ولا في درجه ثالثه يعني مازلنا في درجه الاولى ان شاء الله ربي يسر تو في تاهب في درجه ثالثه تو قال وان شاء الله ربي يسر تونس احنا تو خاطر التوانسه كلها وافده لبرا وجايه لتونس الواحد خاطر شيع الميالمو قالوا خاطر الطب الفرنسيس ولا الايطاليان والواحد قالوا ما عادش اللي مريض بالمرض نتاع كورونا ما عادش تجيني الا تطلبني على السكايب ولا على تليفون عادي فهمتني بالنسبه لبنتك في العطله كيفاش باش تخليها في الدار باش تخليها مع اصحابها في الجارد كيفاش انا في الدار انا ما نكذبش عليك وحتى نشوفوا نتاقلم مع شنو في بلادنا نشوفوا النتائج خاطر توا وزاره الصحه علمت على 5 حالات توا مؤكده فهمتني مازلنا ما نعرفوش شنو اللي خفاه شنو اللي خفاه خاطر عندنا توا برشا تونسيين مقيمين بالخارج توا وافدين على تونس خاطر هاربين هم مو غاديكا فهمتني خاطر الطب توا خرجت بيان وفهمتني اللي قالوا اللي مريض بالمرض الكورونا والواحد ما يجيناش يطلبنا بار سكايب وقت نشوفوا له الدوار ان شاء الله ان شاء الله اكيد يعني السلطات والناس الكل ماخذ احتياطاتها وبحول الله ان شاء الله ربي يحمي تونس شكرا ليك ما نعرفش صغيرات نحب نشوفهم خاطر تبارك الله بكري ما شاء الله عليهم بشوي 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 احنا في المباشر بشوي بنوته توا العطله في بالك بها قدموها والا لا في بالك قديش قدموها ترى ثلاثة أيام نهاري انت واعية علاش معناتها قدموها في بالك تعرف علاش لازم تقديم العطلة خاطر فيروس كورونا جاتنا هاي فيروس الكورونا وانتم توا تعرف اللي كيفاش يلزمكم تحميوا رواحكم من الكورونا اي كيفاش في المدرسة قالوا لنا نجيبوا منشفة وجيل وصابون ولازمنا نغسلوا ايدينا يعطيك الصحة بي تقريبا هيكم تشوفوا سامحونا يعني هذه أجواء الصغيرات بكل عفوية قاعدين يتصرفوا والكل نحب نقول إن شاء الله ربي يحمي تونس وما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا حبينا أجواء هذه العفوية ننقلها لكم مباشرة من أمام مدرسة أبو القاسم الشابي من نوبة